وللوقوف على تداعيات الملء الرابع لسد النهضة وفشل المفاوضات بين الدول المعنية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الدوحة الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية بمصر الدكتور عبد التواب بركات. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين. مرحبا بك دكتور. تقديرات للأمم المتحدة تفيد بنفاد المياه في مصر بحلول 2025، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وزير الري المصري الأسبق يصف الملء الرابع لسد النهضة بإعلان حرب. ما تداعيات الملء الأخير على الوضع المائي في مصر؟ يظن البعض أن الملء الرابع والملء الثالث والملء الثاني والملء الأول لسد النهضة من جانب أثيوبيا من طرف واحد دون توافق مع النظام في مصر أن تداعياته لم تظهر بعد. وفي تقديري أنه تداعيات سد النهضة على الحياة في مصر ظهرت منذ أكثر من 7 سنوات في إطار الإجراءات التي يتخذها النظام في مصر من أجل هل تسمعني حضرتك؟ نعم دكتور، أسمعك بوضوح، تفضل. نعم، أقول أن النظام في مصر اتخذ إجراءات من أجل التغلب على آثار سد النهضة. نعم. منذ 6 أو 7 سنوات، وتشمل هذه الإجراءات ترشيد المياه التي كانت تستخدم في إنتاج الأرز باعتبار سلعة أساسية في مصر، كانت توفر وتفيض مصر في حدود 1 مليون طن يتم تصديرها بسعر يزيد عن 1 مليار دولار. أيضا إجراءات تحلية مياه البحر، تنقية مياه الصرف، نعم، وتبطين الترع تكلف عدة مليارات من الدولارات، وأعرب عنها عبد الفتاح السيسي أنها تكلفت أكثر من 800 مليار جنيه مصري. هذه التكاليف اقتطعت بلا شك من موازنات الصحة والتعليم والاستثمار في الإسكان الشعبي وغيره من المشاريع القومية ومن الموازنة العامة للدولة. أيضا تحويل مصر من دولة تصدر الأرز إلى دولة تستورد الأرز ويتضاعف سعر هذه السلعة الأساسية. نعم. وسعر سكر القصب نتيجة شح المياه في مصر، هذه تداعيات مباشرة لأزمة سد النهضة. أيضا استيراد مصر ل 25 مليون طن من القمح والذرة الصفراء وطول الصويا الذي يستخدم كأعلاف في الدواجن وإنتاج اللحوم والألبان، هي تداعيات. في بالمناسبة هذه ال 25 مليون طن تكلف الموازنة العامة للدولة ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا. كل هذه الآثار هي آثار مباشرة لأزمة سد النهضة التي لم تتجلى بعد إلا عندما تستكمل أثيوبيا اختزان 74 مليار متر مكعب من المياه. وفي هذه الحالة سوف تتضاعف الآثار، إما في صورة تملح الأراضي الزراعية وتراجع إنتاجيتها، أو تبوير الأراضي الزراعية بما يزيد عن 5 إلى 6 مليون فدان، وهي تعادل تقريبا نصف الرقعة الزراعية في مصر، وبالتالي يظهر ذلك في ارتفاع أسعار الأغذية أكثر مما هي عليه الآن، أو إنه المزارعين المصريين يحرموا من فرص العمل في الأراضي الزراعية، وبالتالي نعم. تتضاعف طيب دكتور، أعداد نعم. البطالة والهجرة الداخلية والخارجية. دكتور، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية، ما الحلول المطروحة الآن؟ طبعا هي قضية اقتصادية وقضية سياسية واجتماعية كما تعرفون. نعم، يظن البعض أنه مصر فقدت أوراق الضغط في المفاوضات العباسية التي هي مستمرة منذ 2014، ولم تجن لمصر إلا تمكين أثيوبيا من فرض الأمر الواقع. ولكن في تقديري أن أثيوبيا تتذرع بالملء سد النهضة المتكرر دون اتفاق مع مصر ومن طرف واحد، بحجة أن عمليات ملء السد متفق عليها في اتفاق مارس 2015، وبالتالي ليس أمام النظام الذي يستنكر عمليات الملء دون توافق ودون اتفاق إلا أنه ينسحب من اتفاق مارس 2015، وهذا في تقديري خطوة أولى لرفع الغطاء
عن ورفع غطاء الشرعية عن سد النهضة. الخطوة التالية أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن تحت البند السابع وليس تحت البند السادس، باعتبار أن بناء سد النهضة يعرض السلم والأمن في إقليم حوض النيل لتهديد وجوده ويعرضه إلى الحرب. والخطوة الثالثة تفتح مصر كل الخيارات التي يعني تتماشى مع مبادئ القانون الدولي في حماية حقوقها المائية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة التي تنظم استخدامات مياه الأنهار العابرة للحدود في الأغراض غير الملاحية. وفي هذه اللحظة نرجع إلى ما أعلنه الرئيس الراحل محمد مرسي عن أن الحصة المائية المصرية لا يمكن المساس بقطرة ماء واحدة منها، وأنه عرض يعني عرض كل الخيارات من أجل الحفاظ على الاستخدامات الحالية والحصة التاريخية التي يعني تقرها مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. تمام، لكن دكتور ما مدى توقعاتك بأن النظام المصري سيذهب باتجاه بعض تلك الحلول التي طرحتها؟ يعني أنا أتمنى أنه يتخذ النظام خطوات جادة يعني أكثر من تصريحات الكلامية، أنه في كل مرة تقوم أثيوبيا بالإعلان عن الملء يستنكر النظام في مصر هذه الخطوة دون أي يعني خطوات عملية أو تنفيذية على الأرض. وإذا كان النظام يستمر منذ 2014 في إعطاء أثيوبيا غطاء من الشرعية إن أثيوبيا تبني سد النهضة وفق اتفاق مارس 2015، فالنظام يعني أمام إنه يبرئ نفسه من تهمة التواطؤ أو التوافق التي تصل إلى حرف الاتفاق على إن أثيوبيا تفرض الأمر الواقع بما يضر بالحياة في مصر وحصتها المائية، تهديد وجودي كما أعلن عنها وزير الخارجية المصري في مجلس الأمن، عليه أن ينسحب من هذه الاتفاقية اتفاقية مارس 2015. وإلا فالنظام متهم بأنه يعطي أثيوبيا شرعية وغطاء لاستكمال بناء سد النهضة وفرض الأمر الواقع على نحو يهدد الحياة في مصر تهديد وجودي. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عبد التواب بركات الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية بمصر، شكرا لك.